السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي في الله، مرحبا بكم في قناتي، قناة نبيلة إستريلا. في حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله ارتأيت أنني نقدم لكم رغيفات معمرين بالخضر إن شاء الله بإذن الله. أول حاجة غادي نقدم لكم مقادير ديال العجين. بالنسبة للعجين غادي نحتاج هنايا عندي 4 كؤوس ديال كاس العنبة ديال الدقيق، 4 كؤوس ديال دقيق أبيض، عندي دقيق هنا ديال الحلويات عبرت بكاس العنبة، عندي كذلك هنايا واحد الكاس ونص ديال العنبة يكون مدافي، وعندي هنايا نص كاس العنبة ديال حليب دافئ، عندي معلقة صغيرة مع مرش ديال سكر سنيدة، وكذلك معلقة صغيرة مع مرش ديال خميرة فورية، عندي الخميرة اللي هي حبيبات، وعندي هنايا جوج الملاعق كبار ديال حليب بودر، وعندي كذلك هنا غنحتاج شويه ديال الملح، يعني القياس ديال معلقه صغيره. على بركه الله اول حاجه غادي ناخذ هاد نص كاس حليب دافي، غادي نعمل فيه هاد معلقه صغيره ديال السكر سنيده باش يذوبوا لنا مع بعضهم مزيان مزيان، وكذلك غنعمل فيه الخميره، غادي نخليهم هنا باش يتفاعلوا، حركهم مزيان مزيان. صافي، ونزلهم على جنب حتى يتفاعلوا باش نضيفهم لهنايا العجين. غادي ناخذ كذلك معلقه صغيره ديال الملحه، ممكن تعبروا بيديكم، كذلك ممكن انكم تعملوا بمعلقه، انا غادي نعمل غير يدي، نعمل القياس ديالي. بسم الله، جاتني معلقه صغيره. غادي نعمل كذلك هاد جوج الملاعق كبار ديال حليب بودره، وغادي نستنى على هاد الخميره الفوريه وعلى الحليب حتى الخميره الفوريه وكذلك السكر سنيده في هذا الحليب هذا حتى يتفاعلوا مزيان، وغادي نضيفهم وغادي نرجع لكم. صافي، غادي ناخذ هذه المكونات ديال الحليب وكذلك الدقيق والملح، غادي نحركهم بيدي بهذا الشكل هذا باش ندمجوا ليا. من بعد غادي ناخذ هذاك الكاس ديال اللي فيه الخميره الفوريه وسكر سنيده كذلك والحليب، وغادي نعملوه هنايا في هذا مع هذا الدقيق، ونبدا نحرك بيدي بهذا الشكل مزيان مزيان، ونبدا نضيف الماء الدافئ شويه بشويه وانا كنعجن. كيف قلت لكم عندي هنايا كاس ونص العنبه ديال الماء دافئ، انا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نجمع العجين ديالي ونرجع معكم باش ننزلوا على سطح العمل ونخدموا قدامكم. من بعد ما جمعت العجين ديالي كنحصل عليه بهذا الشكل هذا، كيجي رطب، ولكن مع ذلك ضروري اننا ندلكوه مزيان مزيان باش تدخل فيه ديك الخميره، ومن بعد كنزلوه هنايا على سطح العمل، كنعملوا له واحد شويه الزيت من الفوق، زيت نباتي من الفوق، وكنغطيوه ببلاستيك غذائي وكنخليوه يرتاح باش كنمروا نحضروا الحشوه ديالنا، ولكن ضروري تدلكوا هذا العجين مزيان مزيان. صافي،
نحصل عليه رطب، وناخد زيت نباتي هو عندي هنا، وندهن له الوجه ديالو هنا من الفوق بشويه د الزيت، ونعمل له بلاستيك غذائي ونخليه يرتاح. فهاد الاثناء هذه غادي نمروا باش نحضروا الحشوه ديالنا مجموعين. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج واحد البصله متوسطه مشلضه، وغادي نحتاج واحد الكورجيت او لا قرعه خضراء محكوكه في الحكاكه الرقيقه، كذلك واحد الجزره حبه جزر واحده محكوكه في الحكاكه الرقيقه، وغادي نحتاج واحد حبه فلفل اخضر مقطع على شكل طولي رقيق بهذا الشكل هذا، وغادي نحتاج الزيتون مقطع دوائر، وواحد ملعقه كبيره ديال الهريسه. غادي نشحر هذه المكونات كامله واحد جوج الملاعق ديال زيت نباتي وملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، ومن بعد غادي نوريكم التوابل اللي غادي نعملها. ومن طبيعه الحال ملي غطيب هذه المكونات هذه غادي نضيف واحد شويه ديال الكتة البقري. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج التوابل واحد معلقه صغيره ما عامراش ديال الخرقوم بلدي، نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، واحد راس المعلقه ديال الثوم بودر، نص معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه صغيره ديال الابزار، وكذلك غادي نحتاج واحد معلقه صغيره ديال الملح. غادي نحط هاد المكونات مع بعضهم نخلطهم مزيان مزيان حتى ينسجموا مع بعضهم، وغادي نضيف واحد جوج الملاعق كبار ديال زيت الزيتون ومعلقه كبيره ديال زيت نباتي، ونخلي الكل كيطيب مع بعضه حتى ينضجوا مزيان مزيان، ونضيف الكفته. خليكم معايا. غادي نضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الكيتشوب، وضفت كذلك جوج الملاعق كبار ديال الزبده. صافي، غادي نحرك هاد الخليط مزيان مزيان. غادي نستمر بالتحريك بهذا الشكل هذا حتى يطيبوا لي هاد المكونات، وغادي نضيف الكتا والفرماج الاحمر. بعد ما كيطيبوا لي هاد المكونات كنضيف عليهم الكتا، وكنحرك كنخليها تقريبا واحد دقيقه واحده حتى كتندمج مع العناصر كامله. صافي، وكنفعل المقلاه، كنضيف الفرماج الاحمر محكوك اولا مبشور، ونحرك ونخلي الحشوه ديالي تبرد. وفي هاد الاثناء غادي نمشي نحضر العجين، يعني العجين كي شفتوه معايا راه وجدناه، فقط غادي نمشي نجزئوا الكريات ونديروا يوجد. يلاه معايا باش تشوفوا الطريقه. من بعد كناخذ العجين ديالي كنزولو هذا البلاستيك الغذائي، كنحاول نخرج منه هذاك الهواء، صافي، وكنقسمو على 4. كنستعمل بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، نديرهم كريات متساويه، نزلو هنايا، غادي نبعدهم هنايا اللور، وغادي ناخذ زيت نباتي غندهن سطح العمل بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ اول كريه، في حين الكريات اللي خليتهم هنايا غادي نعمل لهم هذا البلاستيك الغذائي، نخليهم بهذا الشكل هذا مغطين، وهذه غنخدم بها. صافي، ونبدا نطلقها بالزيت
النباتي حتى نطلقها مزيان مزيان وغنرجع معكم. بعد ما طلقت العجين بهذا الشكل هذا، يعني بحال الا كنصاوبوا المسمن، هنايا عندي واحد جوج الملاعق ديال جوج ملاعق كبار ديال الزبده المذابه، غادي نضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال الزيت النباتي، نحركها مزيان مزيان. من بعد غادي نبقى نهز بيدي وندهن هنايا بهذا الشكل هذا، باش كتجينا هذيك المسمنه مقرمشه سواء من الداخل ولا حتى من برا كتجي زوينه. صافي، وكنبدا نجيب هاد الجهه هذه هنا، ونعاود حتى هي ندهنها. ونعاود نرجع هاد الجهه حتى هي هنا، بحال الا كنعدلوا الرغايف عادي، نحاولوا ما ندهنوش بزاف، ونرجع هاد الجهه هنا والجهه الاخرى هنا. صافي، ونرجعها ننزلها هنايا ونستمر الكويرات كاملين بنفس الشكل، كويرات كاملين غنبقى نطلق وندهن بنفس الشكل حتى نرجعهم كاملين بهذا الشكل هذا ونتلاقاو. هانتوما احبابي، انا عاودت واحده اخرى قدامكم باش تكون الطريقه مفهومه. صافي، كنطلق كره واحده بحال هكا، كناخذ شويه ديال الزبده في يدي وكندهن، كندهن الجوانب كاملين ما كنخلي حتى شي جهه، ونحاول انني ما نكثرش هاد الزبده بزاف بزاف. صافي، وناخذ هاد الجهه نجيبها هنا. طريقه جد سهله ببساطه، ناخذ هاد الجهه هنا. انا فقط كنوري للناس اللي هما مبتدئين، وكذلك حتى الدكور دائما كيقول لك ورينا الطريقه مزيان، راه ما كنعرفوش. صافي بهذا الشكل هذا. صافي، وكنكمل الكريات الاخرين اللي عندي، ومن بعد نرجع لكم ونوريكم المرحله المواليه. بعد ما كملت الكريات ديالي كاملين بهذا الشكل هذا، عملتهم هنايا على شكل درغيفات، غادي ناخذ اول وحده وغادي نطلقها مزيان مزيان. المهم حتى غادي نطلقها مزيان مزيان، وغادي ضروري غنقسمها على أربعة. هانتوما كي شفتوا معايا كنطلقها بهذا الشكل هذا على شكل رغيفه. صافي، من بعد كناخذ هذا الجرار هذا ولا داك الجرار ديال البيتزا، و ضروري كنجي لهنا وكنقسمها على أربعة. صافي، وكناخذ هذا الجزء هذا كنقرصو مزيان مزيان. بغيتوهم كبار ممكن انكم تدوبلوهم عوض، يعني وحده اللي كره وحده اللي درت انا، ديروا وحده وسط وحده ويجيوكم كبارين على حسب القياس اللي بغا كل واحد. وكن ديك الحشوه ديالي بعد ما بردات كنبقى ناخذ منها. كنبقى ناخذ من الحشوه ديالي وكنبقى نعمر، كندير الحشوه ديالي بهذا الشكل هذا، يعني ما نعمرهاش بزاف بزاف لانني انا غنعملهم صغار بهذا الشكل هذا. كنجي لهنا كناخذ هاد الطرف هذا كنزلو هنايا. المهم ما تجينيش منجرش بزاف من الجناب، كذلك كناخذ هاد الطرف هذا من هنا، كندي هاد الجهه هنا ونرجع هاد الجهه الاخرى هنا. صافي، ونقلب. كيف كتلاحظوا احبابي، ها نتوما انا غادي نعاود وحده اخرى قدامكم. دائما الجهه اللي كنسدوها
كتكون هي التحتانية. صافي نزل هذه هنايا على جنب ونعاود واحده اخرى كيف قلت لكم قدامكم بهذا الشكل. نزيد نطلقها مزيان مزيان كل واحد وكيفاش كيبغي يعمل لهم. ناخذ الحشوه ديالي نعملها هنا في هذا الشكل. نجر هذا الشنب من هنا ودائما نضغط على هاد الجوانب هادو الا شفتهم غلط. نجي الاتجاه الاخر ونقلب هنا ونقلب هذه هنا صافي. ونعاود نقلب الاتجاه الاخر وندور صافي. احبابي ممكن احبابي نستخدموا حتى هاد الطريقه هذه نطلقوهم بربعه بيهم مره واحده كتجي سهله مره واحده يعني ما باش ما نتعطلوش يعني اللي مزروب بحالي. صافي شكلهم بالشكل اللي بغيتو نتوما. نعاود هذه حتى هي ملي كتعمروهم بربعه بيهم بحال هكذا كيجيوكم ساهلين صافي كيبقى لكم انكم غير تطويو وصافي. انا بصراحه كنزرب بزاف لانه قريب الاذان. صافي وكنكمل بهذا الشكل هذا. الطريقه صراحه سهله بزاف بزاف يعني حتى تطلقوهم وعاد عمروهم. واللي بغات تعملهم كبار كيف قلت لكم في الاول ممكن تعملهم كبار كبار من هذا الحجم هذا لانكم ملي كتزيدوا تدخلوهم للفرن كي لان فيهم الخميره كيزيدوا يتنفخوا كيعطيو حجم كبير. هذا الشيء علاش انا كنخليهم في هذا القياس هذا صافي. وكنرتبهم عندي هنايا كيف كتشوفوا معايا في اللاطه ديالي. اللي ما عندهاش هاد البابي انا لقيت غير هاد البابي اللي عندي اللي ما عندهاش ممكن انها تدهن غير الطاوه وتنزل فيها وغنكمل بهذا الشكل هذا ونتلاقاو. بعد ما رتبتهم بهذا الشكل هذا في اللاطه ديال الفرن كليت واحد البيضه وضربتها مزيان وزدت عليها واحد المعلقه كبيره ديال الحليب وهي اللي كندهن بها الوجه ديال هاد الرغيفات هاد الشكل هذا. وهنايا راه واحد الحبيبات لانني هاد الرغيفات البارح كنت درتهم وهاد الحبيبات هادو اللي عندي هنايا اللي غنزوق بهم من الفوق عندي حبيبات السنجلان وكذلك السانوج. انا غادي نخدم قدامكم وغادي تشوفوا بعدا حتى ندهن نكمل هاد الرغيفات كاملين ندهنهم باصفر البيض ونرجع لكم. بعد ما رتبت الرغيفات ديالي هنايا في لاطه الفرن كناخد هنا واحد اصفر بيضه اللي كندربها مزيان مزيان كنضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال الحليب صافي وكنبدا ندهنهم هاد الشكل هذا. كندهنهم مزيان مزيان من جوانب من كاع البلايص كتلاحظوا معايا. هاد النقيطات اللي كتشوفوا هنايا ها هما هادو النقيطات ديال السانوج لان مازال هو اللي غادي نزين به. صافي غنكمل بهذا الشكل هذا ونرجع لكم باش نوريكم كيفاش غنزين لهم الوجه ديالهم. بعد ما كملت دهنت هاد الرغيفات كاملين غادي ناخذ واحد الموس اللي يكون شويه ماضي صافي وكنبدا كنعمل فيهم واحد الخطوط من الفوق بهذا الشكل هذا. وممكن نخليهم سامبل وممكن نعمل لهم الفرماج من الفوق صافي ونكتفي ني شويه وصافي باش نفلحهم شويه من الفوق كيجي فيهم واحد المنيظر صافي. غنستمر فيهم كاملين ونزينهم شويه
بهذا الشكل هذا، شويه ديال الزنجلان كيف كتشوفوا معايا، وناخد شويه السانوج نعملو في الجهه الاخرى صافي، وندخلهم على درجه حراره 180 ونتلاقاو ونشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي صافي. هنايا نضجوا ليا الرغيفات ديالي، انا طفيت عليهم، غادي نخرجوهم دابا صافي. هما تحمروا مزيان مزيان كيجيو هائلين، غنعملهم في طبق التقديم ونرجع نشوفكم. احبابي في الله، بعد ما كيوجدوا لي الرغيفات ديالي ها هما اللي عملتهم بهذا الشكل هذا، كيجيو هائلين في المنظر كيف كتلاحظوا معايا، كيجيو ما شاء الله محمرين زوينين على حقهم وطريقهم، شي حاجه يعني طوب، شي حاجه روعه، جربوهم على حسابي. انا غادي نوري لكم شي وحده هنايا، نتوما ها هما كيجيو مقرمشين، شفتوا القرمشه فيهم، نقسم معكم شي وحده، ها هي الحشوه اللي عملت فيهم، كيجيو بهذا الشكل هذا هائلين. كنقول لكم ما تنساوش تعملوا لي لايك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وحاولوا تجربوا هاد الرغيفات كيجيو هائلين، كيجيو روعه روعه روعه، شي حاجه هائله، يصلحوا في الفطور د رمضان وخارج حتى رمضان، يعني بلا ما يكون رمضان ممكن توجدوهم في الكوتي، ممكن توجدوهم على حساب العشاء، كيجيو من داكشي الرفيق. كنقول لكم صحة وراحة، ونضرب لكم موعد جديد في حلقة جديدة مع شي شهيوة جديدة، ونقول لكم صحة وراحة، دمتم بخير وإلى اللقاء.